زكاة الفطر تسمى زكاة لشبهها بالزكاة المفروضة لأنها فريضة في قول جماهير العلماء، وتسمى صدقة لأنها منعزلة عن الزكاة المعهودة المفروضة في المال بشكل عام. هذه الزكاة تسمى الفطر، فهي متعلقة بالفطر، لذلك وقتها يتعلق بشأن الفطر. لذلك قال أكثر أهل العلم إن وقت وجوبها هو غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، وقال بعض أهل العلم إن وقت وجوبها هو طلوع الفجر ليوم العيد. قال إيش الفرق؟ فرق يسير وعجيب. لو أن إنسانا في قول أكثر العلماء عاش حتى غروب آخر شيء الشمس يوم من رمضان ثم توفي بعدها بقليل، وجبت زكاة فطره في ورثته يدفعونها من ماله. هذا في قول أكثر أهل العلم. في قول أبي حنيفة رحمه الله هذا الإنسان توفي قبل طلوع فجر يوم العيد، لا تجب عليه صدقة الفطر لو لم يخرجها. سبحان الله. المهم، هذا وقت وجوبها. وقت جوازها قال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى إنها تجوز من أول رمضان، ولكنهما قالا إن ذلك ليس بالأفضل، تجوز وليس بالأفضل، الأفضل تأخيرها لاسمها، اسمها زكاة الفطر، صدقة الفطر، لذلك قلنا وجوبها يتعلق بالفطر بآخر يوم رمضان. لذلك قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى إنها لا تجوز من أول رمضان. لذلك تذكرون في بداية الشهر قلت لكم تمحلوا في إخراج زكاة الفطر، أخرجوها في آخر رمضان، فهذا أفضل باتفاق أهل العلم. مالك والشافعي يقولون، مالك وأحمد عفوا، يقولان بجواز إخراجها قبل يوم أو يومين من العيد، وقبل ذلك لا يصح، لذلك الأفضل تأخيرها، فمن لم يكن أخرجها فليؤخرها، وقلت هذا بخلاف مسألة تقديم الزكاة العادية. الآن على من تجب؟ أخرج الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فرض أي ألزم الناس بأدائه. على من؟ على الحر والعبد لما كان هناك عبيد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. يستفاد من هذا أنها تجب على عموم المسلمين. قال إذن بالمطلق، تجب بالمطلق على كل الناس، لذلك توضيح سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. إذن فرضها، قال صاعا، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، هذا حديث ابن عمر. في حديث أبي سعيد الخدري صاعا من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. الأقط هو اللبن المجمد، لحد الآن نستعمله في بعض المناطق أكثر من مناطق أخرى، بلول السور كما بعرف إيش بسموه. مهم، هذه الأصناف ورد ذكرها في الحديث: شعير، تمر، زبيب، أقط. ورد في الحديث أيضا طعام، وفي رواية للحديث تفسير الطعام بالبر، والبر هو القمح. فهذه خمسة أصناف، ورد ذكر أصناف أخرى، فورد ما بين ستة أو سبعة أصناف. هل يجوز إخراج شيء آخر؟ وهل يجوز إخراجها من غير الطعام؟ وهل يجوز إخراجها كما نخرجها الآن؟ الآن أكثرنا لا يعرف هذا الكلام أصلا، لا يعرف إلا كم ثمنها مصاريف، عد مصاريف، انتهى الموضوع. أصلها إذن طعام، شعير، تمر، زبيب، أقط. لذلك ذهب أكثر أهل العلم فقالوا الأصل فيها أن تكون من طعام وقوت البلد. إيش قوت البلد الأصلي؟ في العصر النبوي التمر كثير، الشعير كثير، الزبيب كثير، الأقط كثير، فهذه قوت بلدهم. الآن في مثل زماننا الأرز هو الأكثر، هو قوت البلد،
هذا الواقع. كان قبل ذلك مثلا قبل 60-70 سنة كان البرغل أكثر مشتهرا، فالآن في زماننا قوت بلدنا هو الأرز، يعتمد عليه أكثر الناس، والطحين الذي هو من البر اللي هو القمح. طيب قال نحن ماذا نخرجها؟ الأفضل في إخراجها يا أيها الأحبة أن تكون طعاما كما أشرنا. لذلك أكثر العلماء قالوا إن لم تخرج طعاما فلا يصح أداؤها. قال يعني مالك، الشافعي، أحمد قالوا يجب إخراجها من غالب قوت البلد، فإن أخرجتها مالا كما نصنع ما صح هذا. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصح إخراجها قيمة أي مالا. دليل أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي عن الفقراء والمحتاجين لما ذكر زكاة الفطر، قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، يعني يوم العيد، خليهم يقعدوا في بيتهم مكرمين مستورين ليسوا بحاجة ليسألوكم في يوم العيد، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فقال أبو حنيفة اللفظ بأغنوهم يفيد أننا نسد حاجتهم، وسد الحاجة أصله يكون بالمال، فإن كان من الطعام فكذلك، ولكن يكون من المال. فلذلك قال لا حرج بإخراجها قيمة. وتقليد أبي حنيفة في مثل هذه المسألة لا بأس به قطعا عند إن شاء الله عند كل العلماء. بالتالي أن نخرجها الآن مالا فلا بأس به، لكن إن استطعنا أن نخرجها طعاما بمعنى أن نشتري طعام أرز أو كذا أو كذا وندفعه للفقراء فحيان. ما هو الصاع؟ قال صاعا. ما هو الصاع؟ لما سأذكر الصاع الآن أذكركم منذ أيام لما تكلمنا في الزكاة فقلت إن واجب إخراج الزكاة بالنسبة للذهب هو 20 دينارا أو 20 مثقالا، هكذا ورد في الحديث، أو 200 درهم، وقلت الدينار أو المثقال ذهب، الدرهم فضة. قلت حينها أكثركم كان حاضرا سمع، أين هذا المثقال النبوي؟ وينه؟ ما عاد موجودا. لذلك لما جاءوا في عصرنا يزينون، هذا وجد مثقالا في المتاحف موجود، قال هذا مثقال الشام، هذا مثقال مصر، هذا مثقال، هذا مثقال، هذا مثقال، فحصل خلاف. لذلك قلت لكم حينها أتمنى أن لا تكونوا نسيتم، إن الأرجح في أقوال أهل العلم أن نصاب الذهب 72 جراما، وقلت لكم ستسمعوا 80 وستسمعون 85 وستسمعون 96 وستسمعون 100 جرام. من أين جاء هذا؟ لا لأن أحدا يخلط ولا لأن الشيوخ يعرفون بما لا يعرفون عن قبص وبحث أبدا، وإنما من أين جاء هذا؟ المثقال النبوي ما عاد موجودا، فلما جاءوا ليقدروا حصل هذا الخلاف بحسب المساقيل الباقية إلى زماننا منذ 1400 سنة. وهذا ما حصل بالصاع. منذ 100 سنة يا أيها الأحبة لما دخل غير المسلمين إلى بلادنا، فرنسا دخلت بلادنا، بريطانيا دخلت مصر وكذا، غيروا كل المكاييل والموازين والمقاييس العربية الإسلامية. هذا أمر بعضكم يسمعه للمرة الأولى في حياتي. كان إلى ما قبل 100-120 سنة هذه المقاييس التي نسمعها في التاريخ موجودة، كان في صاع وفي مد وفي ذراع وفي ما يذكر في التاريخ كان موجودا، وفي دينار وفي درهم. لما دخل هؤلاء قالوا هؤلاء هذه الأشياء مرتبطة بدينهم، امسحوها. ذراع لقياس القماش ما عاد، فكأيش في يا صديقي؟ في متر، أيوة خلاص. مسافات مرحلة مرحلتين ما عاد، لكأيش في كيلومتر. طيب بالموازين ما عاد صاع ولا مد، لكأيش في كيلوغرام. أيوة. طبعا نحن أكثرنا كلنا ما أدركنا قبل 100 سنة، لا يوجد إنسان عمره 100 سنة فلا يعرف إلا الكيلوغرام ولا يعرف إلا المتر، خلاص انتهى الموضوع. لذلك هذا حصل نتيجته خلاف كبير طويل عليه. ملخصه إذا فهمتم لماذا حصل الخلاف، أتمنى أن لا يعني نرجع مرة أخرى للتساهل، ليش يحصل خلاف؟ لذلك حصل الخلاف. فهناك تقديرات كثيرة للصاع. في مذهب أبي حنيفة على أحد التقديرات مذهبي أن الصاع
3640 جرام، 3 كليات و640، 3 كليات ونص وشوي بالعامي. تمام. في مذهب مالك وأحمد والشافعي نصف هذا تقريبا، الصاع عندهم 1728 جرام، كيلوين إلا ربع. الفرق كبير والتقديرات مختلفة، ويوجد غير هذه التقديرات 6 أو 7 تقديرات أخرى قد تسمعها من غيري، قد تجدها في كتاب، قد تسمعها من شيخ. علمت كلمة ووضحت لك من أين جاء هذا، ليس افتراء ولا تخبيصا كما يقال. قال بأيها نأخذ؟ باختصار شديد، هذا ما رجحه عدد من علماء بلدنا الثقات ممن أنقل عنهم. عند الحنفية 3640، 3 كليات 640 جرام، وعند البقية كيلو 728 جرام. قال بأيهما نأخذ؟ نأخذ بقول أبي حنيفة. لماذا؟ لأنه هو قال يجوز إخراجها قيمة، أما بقية المذاهب قالوا ستخرجها طعاما. بالتالي 3 كليات 640 جرام كم مثلا الرز الآن؟ أرخص أنواع الرز ما أظن هناك أرخص من 3000 إلا رز المساعدات الذي يسمى معروف، أظن هذا تقريبا سألت منذ يومين هذا أرخص الأنواع. 3000 ب3640 جرام يعني ثمنها حوالي 11000 ليرة تماما. لو قسناه على الشعير الأمر قد يكون أقل بقليل وليس بكثير، لو قسناه على التمر الأمر أكثر بكثير 20 أو 30 ألف، لو قسناه على الزبيب أقول هذه التي وردت في الحديث من شوي قريتها، تمر شعير زبيب كذا، لو قسنا على الزبيب أكثر بكثير. لذلك الأوقاف في بلدنا أصدروا منذ مدة، منذ بداية رمضان، أن زكاة الفطر تعدل بمقاييس عصرنا بالنسبة للليرات السورية 10000. طبعا لا أريد أن أدخل في سجال لأنه أصدروهم أنفسهم، نعم أصدروا في نفس الوقت 6000 ثم حذفوها وأنزلوا 10000، واضح الكلام. مهم 10000 هذا ما أنزلوه وهذا ما اعتمدوه. الآن هذا الكلام عند الحنفية إذا أخرجت، ورد هناك حديث أيضا في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج على عهد رسول الله صاعا، فلما جاء معاوية رضي الله عنه في زمان خلافته وجاءت السمراء، السمراء هي الحنطة، كثرت جاءت من بلاد الشام إلى المدينة ومكة، قال معاوية أرى مدا من هذا يعدل مدين، الحنطة غالية، التمر هذاك العصر كان رخيص معصرنا، نعم ففي عصرهم، فقال أرى نصف صاع من هذا يعدل صاعا. لذلك تسمع عند الحنفية نصف صاع من بر اللي هو الطحين يعني القمح، أو صاعا من بقية الأشياء. جاء هذا الكلام أخذوه من قول معاوية رضي الله تعالى عنه في زمان خلافته، لذلك قالوا يجوز إخراج نصف صاع من طحين. الآن نصف صاع على 3600 يعني حوالي كيلوين، كيلوين أقول هذا كيلوين يعني حوالي 5000، 5-6000 بالنسبة للأرز، هذا نفتي به إنسانا لا يجد إلا اليسير 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 من الماء. أما إنسان قد ستره الله وأتاه الله من المال يقول أخرج 6000، أقول لا أنت ظالم لنفسك، أخرجها على التمر 30000 حقيقة صراحة، تنفق كل شيء. ثم كم مرة ذكرتكم يأتي الشيطان إلى الزكاة فيقول لك لا طالع بتقتل بعدين إذا أخرجت الزكاة، أما كل يوم طالع 100000 جيب أكل وجيب معروف وجيب صمن وجيب لحم وجيب 100000 صريف باليوم على الأكل فقط، أما على زكاة الفطر ستخرج روحك قبل أن تخرج زكاة الفطر. فيأتي الناس والله سمعنا 6000 يا أخي لك، اتق الله بالله عليك اتق الله، بس لا أقول لك شيئا آخر، الشيطان لا يلعب بك إلا عند الزكاة، فقط عند الزكاة يلعب بك، عند أكلك وأكل أولادك لا يلعب بك، عند المصروف الحياتي الذي أرهقك واهلنا جميعا لا يلعب بك الشيطان، لا يقول لك كثير في الزكاة كثير. إذن على كل الأحوال أعود فأقول إنسان يقول لي أخي أنا دخلي محدود، على من تجب على من ملك نفقته ونفقة عائلته يوم العيد،
فإنسان يقول أخي أنا يوم العيد سأقترض وأنفق على أولادي، لا يجب عليك إخراج زكاة الفطر. أعيد، قال أنا ده أتدين مشان آكل يوم العيد، ما عندي، لا تجب عليك ولا ورقة سوري، احفظها مني، ولا ورقة سوري ولا شيء، ما عليك أنت زكاة. فكثير من الناس يأتي يا أخي ويا أخي يا أخي، أنت في الأصل ما عليك زكاة فطر، انتهى الموضوع. إن كنت كما تصف والله حسيبك وحسيبي، كل إنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بيعرف كل واحد نفسه. أنت تقول هكذا، أنت ستستدين، ليس عليك زكاة فطر أصلا. طيب لا أنا عندي، إذا أخرج الأعلى وأقل الأعلى هو 10,000. الآن عندي لكن يسير جدا، يعني أرهق إرهاقا، إن قلدت من يقول بستة أو سبعة فلا حرج. أظنني قد بسطت هذه المسألة بشكل واضح. إذا بشكل عام الآن أنا إنسان متوسط أحاول أن أخرجها 10,000، على من أخرجها؟ وهل لها جزئيات أخرى؟ وإذا كنت لا أصوم هل أخرجها؟ تلك أمور سأذكرها إن شاء الله في موعد قادم. نفعنا الله بما تعلمنا. اللهم